حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك كابتن عقباوي. يعني اختيار المدرب حراس المرمى منتخبنا الوطني لثلاث حراس شايفهم ازاي؟ انا شايف اللي هو الراجل تقريبا هم الاعتماد كده او الاختيارات على الخبرات. تمام. قيس طبعا شناوي وعواد، فدي تدل ان تدل ان دي اختيارات. الراجل شايف ان محتاج الفتره دي اختيارات فيها خبرات شويه لحراسه المرمى، فاعتقد بالنسبه كبيره هو ده تفكيره في دلوقتي، يعني الوقت الحالي يعني. طيب يعني انت يعني اكيد هم حراس مميزين زي ما حضرتك قلت، يعني طب يبدا بمين او يدي الفرصه لمين الاول ومين في الشوط الثاني مثلا على سبيل المثال، ولا لظروف المباراه ممكن برضو يكمل بيها بحارس واحد؟ اكيد هو طبعا هو محضر، ولكن انا بقول المباريات دي لازم يبقى فيها اكتر من حارس بيشارك غير المباراتين الاولين اللي احنا لعبناهم في القاهره ليبيريا ونيجر. بالظبط كده، كان الاعتماد كله على الشناوي، ما كانش في اتاحه فرصه لاي حارس ياخد مع محمد الشناوي، ولكن اعتقد ان ممكن يبقى في اتاحه فرصه المره دي في المباراه الحاليه ان يدي اكتر من حارس مع الشناوي، يعني مثلا ممكن احمد الشناوي او حسب اختياراته او محمد عواد، ولكن لازم يشارك حد بديل لان الله ما تضمنش الظروف، فلازم يبقى ليك بديل ولازم تحضر ان قدر الله محمد الشناوي طبعا الحارس الاساسي والحارس الاول، فممكن قدر الله يكون في حاجه او يحصل له حاجه، يبقى هو مطمئن ان انا شاركت حارس مرمى البديل لي ايا كان هو مين. انا مش بتكلم هو دي حاجه اختياراتهم هم، ولكن لازم يبقى في بديل واحط كده خطوط عريضه اني عندي الحارس الاولاني والحارس الثاني، فلازم تجهيز الحارس الثاني. يعني يضايقك لو قلت لك صدم فهم لي، ولا ده تلاقي فيها ممكن احراج في راي حضرتك؟ لا والله مش احراج ولا حاجه، ولكن هم الثلاثه ماشيين بشكل كويس طبعا. بس هو يلعب واحد في الاول في البدايه، يعني ثلاثه على مستوى احسن من بعض ومجامدين ومكسرين الدنيا، بس في البدايه بيبدا بواحد بس. محمد الشناوي طبعا هو الحارس محمد الشناوي الاساسي طبعا الاول، ما فيش خلاف عليه. حتى مين الحارس الثاني ليه والبديل ليه؟ الاثنين متاحين جدا، كان محمد الشناوي احمد الشناوي او عواد، الاثنين متاحين قوي جدا. ولكن انا كان ليا راي ثاني خالص، يعني رايي ان لابد تحضير حراس صغيرين، يعني زي يعني مثلا هو طبعا انا اعتقد استبعاد محمد صبحي عشان المشاركه طبعا. السؤال ده على فكره كنت اساله لك، انت جيت لوحدي فيه، ايه جيت لوحدك فيه الاول، يعني انا كنت اسال حضرتك السؤال ده. محمد صبحي وبعده ورجوعه تاني لنادي الزمالك في ظل تالق عواد بعد عن المنتخب الوطني، وده كلام واضح يعني. ودي انا شايفها نقطه سلبيه لمحمد صبحي ان رجوع نادي الزمالك. انا لو رايي محمد استمر، محمد صبحي استمر في الاعراض بتاعته. يعني بس احنا بين امام امر واقع، وعاد مره اخرى لنادي الزمالك. بالظبط، رجع ناديه. طبعا المشاركه او اختيار المنتخب هيبقى ليه اللي بيشارك، بالاخص لحراس اهلي والزمالك، لان برضه في منافسه قويه جدا. عندك مثلا احمد الشناوي طبعا جاد بيلعب، احمد الشناوي حارس كبير خلي بالك، يعني احمد الشناوي، بس يعني هو أحمد نتمنى التوفيق اللي جاي. احمد انا مرنته طبعا في بيراميدز، لكن يعني حارس كبير، يعني حارس خبرات عاليه وحارس كبير وفنيا على مستوى عالي جدا يعني كويس، ولكن اعتقد ان هو الراجل زي ما قلت لك في بدايه الكلام ان هو الراجل بيعتمد او هو حاسس ان هو عايز خبرات اكتر منها، يبقى حد صغير، ولكن هو شاف ان الصغيرين زي جاد هم الاقرب، جاد ومحمد صبحي، ان صبحي طبعا زي ما قلنا ان هو ما بيشاركش، وجاد يمكن النتائج او لعبه مع المصري او النتائج المصري ما ساعدتوش شويه، مشاركته ما ظهرش بشكل على فكره لسه برضه، يعني الدوري ما زال يعني في بداياته. لا هو جد خد بالك، هو جد ما تعرضش لمواقف كتيره يعني عارف انت، فدي يمكن ما خلتش الجهاز الفني ان هو يقع الاختيار عليه يعني. اخيرا يعني الدوري العام السنه دي بدأ بدايه قويه جدا، نقدر نشوف طبعاً فيها يعني اختبار حقيقي لحراس المرمى في الدوري العام؟ طبعا، لان انا شايف كل الفرق بتلعب كره
كره هجوميه وكله عايز يهدف ويجيب ويحرز اهداف، فبالتالي هتبقى في مواقف كتيره على حراس المرمى في كل الفرق، يعني كل فرق حراس او كل حراس المرمى في كل الفرق يعني. كابتن محمد العقباوي نجم المقاولون العرب ومنتخبنا الوطني ومدرب الحراس، بشكرك شكرا جزيلا.